برحب فيكم مشاهدينا مرة أخرى، وأكيد لكل شخص فينا العديد من الأولويات في حياته، بيتخذ العديد من القرارات اللي بتتعلق فيه، وتختلف الأولويات بين شخص وآخر. وللحديث عن إعادة ترتيب الأولويات وأهميتها وكيف ترتيبها واستخدام التقنيات والمهارات الحديثة في تطوير أولوياتنا والتعامل معها ومع ظروف الحياة المتقلبة، راح يكون معنا الأستاذة رزان الكيلاني، وهي مدربة مهارات حياتية. صباح الخير ستي، يعطيكي ألف عافية. أهلا، صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. أهلا سهلا. يعني الأولويات، شو يعني أولويات بالبداية قبل ما نحكي عن العوامل اللي بتأثر على تحديدنا لأولوياتنا؟ وهذا جمال اللغة العربية، يعني كلمة الأولويات جاي من كلمة الأول. الأول يعني اللي لازم يجي أول. اللي لازم يجي أول في الواقع غير عن اللي لازم يجي في الأول في الحياة، يعني اللي إحنا منحب نعيشها. فإذا تحديد الأولويات إنه إحنا نحدد بالضبط شو اللي لازم يجي أول، شو الأهداف أو المهام اللي أنا بحب أنجزها أول وما أرجئها لأي سبب كان وأحققها، فبالتالي بنعكس إيجابي على المدى الطويل بحياتي، أني أنا بصير مخي منظم، بصير إنسان منتج، نفسيتي بتكون سليمة. فمرات الناس بتخلط أنه تحديد الأولويات وتنظيمها أنه هذا موضوع زي رفاهية أو أنا ما عندي وقت أحك شعري أو زي ما بيحكي مجتمعنا، لكن هو في الحقيقة بيحدد مصير شعب كامل. يعني إذا هو الشعب منتج أو غير منتج، إذا هو منتج بتكون نفسيته يعني مبسوطة أكتر، وبكون يعني بيكون نسب السعادة أعلى في هذا المجتمع، والإنجاز والثقة بالنفس. جميل. حلو. شو أهم الأولويات اللي بنحكي عنها اليوم؟ هلا بجوز الأولويات عندك بتختلف عني، عن هبة، عن كثير من الناس، بس شو أهم الأولويات المشتركة بيننا كأشخاص وموجودة على أرض الواقع؟ أهم الأولويات أني أنا أول شيء العناية الذاتية، يعني أعتني بذاتي مقابل المهام اللي علي، يعني أحقق التوازن بين، في ناس بسموها بين العمل والمنزل، في ناس بسموها بين وقت الراحة ووقت العمل، ولكن هي فعلا تحقيق هذا التوازن، بمعنى أنه أنا مش مخلوق علشان بس أضل أنام وأشرب وأتفرج على فيديوهات، وزي أغلب يعني أغلب الناس، كثير من الناس عم بتضيع وقتها بهاي الطريقة، مش عم بتطلع الأهداف بعيدة المدى، فبالتالي بينعكس على نفسيتهم سلبيا. هم دائما شاعرين أنهم في إشي ناقص في حياتهم، فبلجأوا للاستهلاكية وغيرها من السلوكيات اللي بتحاول تسكت هذا الشعور. فإذا الأولويات مشتركة بين الناس بشكل عام زي ما قلت، اللي هو وقتي يعني وقت ذاتي، وبنفس الوقت وقت الإنتاجية، يعني أنا أكون عضو فعال في المجتمع أو الأسرة إلى آخره. هلأ إذا ندخل بالتفاصيل، كل واحد له أهدافه. مثلا شاب أعزب من أولوياته الزواج، فمثلا بده يحوش، بده يتزوج، بده يشتري بيت مثلا، يأسس أسرة، يعمل استقرار بحياته. أولويات مثلا شخص متزوج أو مؤسس حاله في العمل، مثلا الراحة والاعتناء بصحته. فإذا كل واحد أولوياته مختلفة، ولكن هي بتندرج تحت هذول المنطقتين اللي هو العناية الذاتية والعمل الانتاجية. يعني والإنتاجية. إذا بدأ بالأولويات بعيدا عن ذاته، يعني عم بيهتم بكل الأشخاص اللي بحياته من أولاد من حياة ونسي ذاته، نعم، قديش هذا الشيء ممكن يأثر عليه لقدام؟ نعم، هذا بيخل بهذا التوازن اللي كنت بحكي عنه، وهذا منشوفه في المجتمعات شديدة الإنتاجية. يعني بيجي حاله كتير، بينسى يأكل، بينسى يلعب رياضة، ما بيهتم بصحته. بسموه بيرن أوت بالإنجليزي، اللي هو بيصيبه زي حالة من الحرق العاطفي بالزبط. والصحي أيضا، يعني بتدهور صحته، جلطات، سرطانات إلى آخره. فالموضوع تنظيم الأولويات في الحياة قريبة المدى وبعيدة المدى جدا مهمة حتى تحدد معنى حياة الشخص. فالشخص اللي شاعر أنه عايش لمعنى مناسب بيكون شديد الإنتاجية، ولكن لما بحس حاله تعب بدير باله. في المجتمعات المنتجة كتير منلاقي أنه هم كتير بنتجوا وعايشين على الأدرينالين والكورتيزول، هرمونات التوتر، لكنهم مش عمالهم بيعتنوا بصحتهم، بصيبهم أمراض. أما المجتمعات غير المنتجة منلاقي العناية بالذات هي أكتر إشي، والاستمتاع وغيره، والإنتاجية قليلة. جميل. دكتور، شو العوامل اللي بتأثر على أولوياتنا وعلى تحديدها وعلى قراراتنا واختياراتنا؟ إشي كتير مهم. العوامل هي ممكن تحكي من النطاق الأكبر
خارج سيطرتنا، زي مثلا ظروف سياسية، ظروف اقتصادية، ظروف جوية إلى آخره. أما لما ندخل في التفاصيل أكثر، مثلا الأسرة، إذا أنا عندي أسرة وأنا بنتمي لإلها أو ساكن معاهم في نفس المنزل، في ناس تشتغل برا مثلا فوقتهم لنفسهم أكثر، بس الناس اللي بتعيش داخل منظومات، خلينا نسميها منظومة الأسرة أو المجتمع أو العشيرة أو القبيلة اللي هم عايشين بيناتها، فكل واحد له العوامل اللي بتأثر عليه. ولكن بشكل عام إذا بدنا نحكي حياة المدن، مثلا السير، حركة السير في أوقات معينة، مثلا كم الضغط النفسي الاجتماعي اللي بنتعرض له نتيجة ما نشاهده في الإنترنت. فيعني هي في عدة عوامل، ولكن أغلب الوقت هي بحياة المدن، خلينا نحكي، هي الأشياء اللي عم تصرف الإنسان عن ذاته، بغض النظر شو هي، ملهيات، مقاطعات، رسائل تواصل اجتماعي، تشويشات بأي شكل، إنه نضلنا نحضر أفلام ومسلسلات وإلى آخره. يعني هاي برضو من المشوشات الرئيسية أو من العوامل الرئيسية اللي بتأثر على وقتنا. أما بالنسبة للإنسان المنتج اللي بيأثر على وقته، ما هو أداء الموظفين اللي عنده، في ناس مثلا عندهم سرعة أداء، في ناس عندها فرق كفءة أو شديدة الكفاءة في العمل، في ناس عندها فرق غير، يعني زي بسموها البطالة المقنعة، غير يعني ما عندها، لا تمتلك الكفاءة، فملاقي هذا بيأخر الشغل. بنفس الوقت حركة السير زي ما حكينا، ضغط العمل، ممكن انقطاع الإنترنت، يعني ممكن يصير كتير عوامل، سواء يعني عاجلة أو على المدى الطويل، زي أنه أنا مثلا الفريق تبعي لا يمتلك كفاءة. مين اللي بيحدد إيش اللي بالضبط لازم يكون له الأولوية، إحنا كأشخاص ولا المجتمع؟ كل واحد بحسب حجم مسؤوليته. فأنا مثلا إذا مدير شركة وبنفس الوقت رب أسرة وبنفس الوقت أعيل أهلي، إذن أنا عندي كذا نطاق، كذا منظومة، فإذن أنا يجب أن أفكر، بسموه بالإنجليزي systems thinking، اللي هو التفكير المنظومي. يعني أنا هون لما بكون مثلا بالنسبة لأسرتي إيش لازم أساوي، بالنسبة لعملي إيش لازم أساوي، بالنسبة مثلا والدي إذا أنا بدير بالي عليهم إيش لازم أساوي. فهو كل ما كان الشخص عنده منظومات أكتر داخل فيها وبتحرك فيها وبنجز فيها، كل ما بتزيد مسؤوليته، وهو شخص ناجح. أيوة، هو بيمسك القرار. يعني جميل. هلا في بعض مثلا التقنيات الحديثه ممكن تساهم بترتيب الاولويات، او ممكن يكون هناك بعض المهارات المكتسبه. أيوة، اللي ممكن تساعدني كشخص حتى ارتب اولوياتي. صح. هلا اي شيء انا ذكرته هو منطقي والكل بيعرف هذا الشيء، ولكن الناس ما بتلتفت له. راح اعطي كمان نموذج طبعا يعني شخص مشهور جدا في عالم البزنس والاعمال، هو توفى من كم سنه، اسمه ستيفن كوفي. ستيفن كوفي صنع مصفوفة الوقت أو إدارة الوقت. هلأ كيف ندير الوقت؟ بالالتفات لنوع المهام اللي بدنا نساويها، فقسمها على محورين اللي هي هام أو مهم وعاجل. فبالتالي بصير عندك أربع مربعات، بصير عندك مهم وعاجل ومهم وغير عاجل وعاجل غير مهم وعاجل مهم. تمام. فإذا كل يوم أو حتى قبل بليلة الإنسان لما بده يروح ينام يعمل هاي المصفوفة ويصنف كل شيء عليه تاني يوم بهاي الطريقة، إنه مثلا في أشياء عاجلة لازم أعملها. أيوة، بكرة. أيوة، عاجلة ومهمة، أجل مثلا لمساء غد. أيوة، في شيء لبعد بكرة. أيوة، ممكن نعملها. فمثلا أنا كنت نايم فجأة ابني صرخ بالليل عنده حرارة كذا كذا، عاجل جدا جدا. أيوة، عاجل، فبدي أخده على المستشفى، ما بزبط أني أنا أضل مش ضمن المخطط أو الأولوية. فإذا هنا اللي هي عاجل ومهم، إذا إيش أنا بساوي؟ فورا بنطلق وبسوي هذا الشيء بنجزه. إذا الموضوع عاجل وغير مهم بحال أأجله أو أنسب شخص يعمله عني. يعني ما أضل أنا حاطط حالي في نص الدوامة وأنا اللي بسموه one man show، يعني أنا بدي أسوي كل إشي في حياتي وحياة الآخرين، لا، بنسب ناس ممكن تاخد عني. اللي هو المهم وغير عاجل اللي هي الأهداف تبعت الإنسان، يعني مثلا أرتقي بعلمي، مثلا أقرأ كتاب، أخذ دورة، أنضم لأشياء معينة، أو مثلا أحقق شيء معين، يعني أو مثلا أدرب الفريق
اللي عندي. يعني نرجع لمثال المؤسسات، انه فريقي مثلا بيهدر الوقت او مثلا ما عنده انتاجيه، بخطط له لما بيصير عندي وقت، بخطط بعمل استراتيجيه كامله لرفع كفاءه الفريق اللي عندي. هلا مع الاسف المربع الاخير اللي هو غير عاجل غير مهم هو يلي ماخذ 80% من وقتنا، اللي هو مقاطعات الانترنت، الاخبار، الفيديوهات. فبالتالي بننشحن عاطفيا، احنا شعب عاطفي. نعم. فبننشحن عاطفيا بنصير مش قادرين نركز على اي شيء ثاني مع الاسف. قديش حياتنا وتجاربنا وعمرنا والنضج عنا بيأثر على تحديد وتنظيم أولوياتنا بالحياة؟ طبعا بفرق كتير، وبنشوف أمثلة لشباب كتير بيكونوا بعمر العشرين في حالة من الفوضى، بعد هيك بصير عنده توازن، بصير عنده تنظيم، بصير عارف شو المهم وشو اللي مش مهم. صح. هلأ أنا دايما بحب أميز بين النضج العاطفي والنضج العمري. النضج العمري ممكن شخص يكون عمره 50 ولكن عقله عقل 12، يعني من زي ما بنقولها بالعامية ما بتحمل مسؤولية. أيوة بالضبط. أما ممكن نشوف شاب عمره 12 أو منشوف كل يوم، يعني مثلا ما شاء الله في عنا في البلدان اللي حوالينا كيف أنه بتلاقيهم زغرتية الأطفال الصغار، لأنه تحملوا كتير مسؤوليات على عمر بكير. فبالتالي الإنسان اللي عنده نضج عاطفي بيكون أنجح في ترتيب أولوياته في الحياة، بالذات بعيدة الأمد. يعني إحنا منقول الظروف الآنية الواحد بصبر عليها، حتى عنا ثقافة الصبر موجودة، حتى دينيا موجودة. فبالتالي الظروف الآنية، يعني مثلا أنا أعاني من فقر مؤقتا بس عمالي بدرس، زي مثلا القصة اللي شفناها قبل كم سنة، الشاب اللي بيشتغل في محل حلويات فهو بيكنس وبيمسح وكل شيء بس بالليل بيدرس، فجاب علامة كتير عالية. فإذا الظروف الآنية الواحد بصبر عليها، بس الواحد يخطط في خطة لقدام. أيوة. نعم. بالضبط. أيوة. بالضبط. جميل. هلأ ستي، واحد أو شخص من الأشخاص كل الأولويات هي عاجل وهام جدا، بتعامل معها بشكل مباشر، وزي ما حكيت يعني بأخذ أنه أنا الون من شو، أني أنا لازم أعمل كل شيء. أيوة. وما بيكون مرتاح إلا إذا هو بإيده شيك عليها. صحيح. مدى تأثير هذا الأمر عليه إيجابا وسلبا وعلى المجتمع المحيط فيه؟ هلأ مع الأسف بالرغم من انشغال هذا الشخص، إلا أنه عاطفيا، يعني بحكي من منظور الذكاء العاطفي، هو بكون لسه عقله أو عقليته مش أو لا تمتلك الوعي المتطور. الوعي المتطور إيش يعني؟ كل ما الإنسان يطور وعيه، كل ما هو بيستوعب أنه هو مش مركز الأرض، يعني هو مش مثلا إذا غاب ولا مرض الدنيا كلها بتوقع. وهاي أخطاء ثقافات عامة في العالم، إنه أنا مثلا فلان طلع من الشغل لأي سبب المؤسسة كلها بتوقع، هذا خطأ، لأنه لازم يكون هذا الشخص له تأثير على المؤسسة ويبني منظومة. فبالتالي إجا راح، إجا غيره، هو مدرب اللي تحتيه فبقدر ياخده من وراء. فبالتالي الشخص اللي عايش، وإحنا أغلبنا هيك مع الأسف بهذا العالم، نتيجة كمان الألواح الإلكترونية والتليفونات وغيره، التكنولوجيا صارت ملاحقتنا في كل مكان. حتى في هلأ نظارات جوجل، صح، اللي هو الواحد بلبسها وبيصير يقرأ الأخبار وهو ماشي. فإذا عمنا نفتقد للهدوء النفسي والتركيز، هذا عماله بيروح بثقافة اليوم. لذلك بنلجأ لأنه كل شيء بنعمله آخر لحظة، أو كل شيء بنشوفه أنه عاجل ومهم، فبالتالي بصير عندنا أمراض صحية نتيجة الاسترس اللي على المدى الطويل، ضغط وتوتر وقلق. أيوة. وهيك. أيوة. تنظيم جدا مهم، حتى لأولادنا لما بيروح من المدرسة يكون عارف في وقت للأكل، في وقت للدراسة، في وقت للنوم. صح. كيف أنا بدي أزرع هاي الأسس عند أولادي حتى لبعدين يكون شخص مسؤول وقادر أنه ينظم أولوياته؟ بالنسبة للمدارس والجامعات أهم إشي الصحة النفسية. يعني كيف؟ أني أنا أدربه مهارات عاطفية، يعرف يدير مهامه فيها. قبل ما يدير مهامه بده يدير مشاعره. فمثلا أنا عندي امتحان صعب وفيه 10 وحدات، خلينا نعطي مثال، بيكون دائما 20% من هاي الوحدات أهم إشي، اللي بينبنى عليها بقية الوحدات، هي اللي بتكون تأسيسية. فلما أنا بركز على 20% أنا بكون خلص بمر على 80% بكل سهولة. هاي اسمها نظرية باريتو. اكتشف باريتو أنه المعادلة تبع 80 و20 موجودة في كل شيء في العالم. فاكتشف أنه لما نشتغل 20% بس عن جد بتركيز وعلى الأشياء اللي هي عاجلة ومهمة،
منخلص 80% من أهم الأشياء لدينا. فهذا المبدأ لو منعلمه لأولادنا بخفف توترهم، لأنهم هم يي وعندي 10 وحدات وكيف بدي وكيف كذا. تاني إشي اللي حكيتهم قبل شوي، في مهام عاجلة نفعلها، في مهام نقدر أنه نأجلها لبعدين، هي طموح بالنسبة إلي وخصص لها وقت زي عطلة نهاية الأسبوع. في مهام مثلا أني أنا لازم ألاقي حدا يعملها عني، مش ضروري أنا أو أطلب مساعدة حدا. وفي مهام لازم أمحيها تماما أشطبها، زي المقاطعات وغيره، أو أقلل منها كثيرا، أو وأنا بدرس ما أساويها، زي أنه مثلا عمالي بدرس بتضل تجي لي مسجات أو أخبار أو غيره. ركزتي على الحالة النفسية كثير بحديثك. صح. والعواطف. صح. هل هي مؤشر خلينا إحنا نقدر ننجز بحياتنا؟ 100%. عشان هيك أنا كنت عمالي بأشر على مصطلح النضج العاطفي. كل ما الإنسان نضج عاطفيا أولوياته تتغير بوجهة نظر. فعلا لما بنكون زعلانين ما بيكون إلنا نفس نعمل شيء ولا بتشتغل بإشي. طيب هلأ بجوز كمان يكون مش بالضرورة. مرات أنت بتكون زعلان بتفشش فبتعمل كل اللي أيوة. اللي عليك. صح. موجود. لكن كيف أنا بدي أدرب نفسي اليوم على إدارة الأولويات؟ كيف بدي أقدر يعني أوسع مداركي وأقدر أني أستوعب أنه أنا عندي أولويات لازم أقوم فيها، ولازم أرتب أولوياتي بطريقة إيجابية وأقدر أقوم فيها بوقت وسهولة وما تأثر علي لا عاطفيا ولا إنتاجيتي خلال عملي. هلا رح احكي على الصعيد الشخصي ورح احكي على الصعيد المؤسسي او العملي. تمام. على الصعيد الشخصي احنا عايشين في زمن كل يوم عماله بيصير احداث تدعونا لاعاده تحديد اولوياتنا. صح. حتى الروحانيه حتى المعنويه. فبالتالي انا على صعيد شخصي باخر كل ليله اتعود اخلي دفتر وقلم جنبي واخطط مع الكتابه. هذا هو مع الكتابة. لازم نكتب. اضعف حبر اقوى من اقوى ذاكره، مش هيك المثل بيقول؟ فاذا انا اذا ما بكتب الافكار اللي عندي لن تتحقق. طب واذا كتبناها وما تحققت مش ممكن يصير عندنا احباط؟ لا، بنضلنا ناجلها. فاذا الصبر والمثابره هم الاساس. يعني طول ما الإنسان بيضله يسعى، يعني إذا بنطلع مثلا دكتور دانيال جولمان اللي هو اللي كتب كتاب الذكاء العاطفي، اطلع لقى أنه أكثر الناس في ظروف طاحنة هم بالأخير صاروا أنجح ناس. صح. ليه؟ لأنهم هم صبروا وثابروا. فإذا أني أنا هلأ مو قادر أحقق هدف 20 مرة، خلينا نقول مش 10 مرات، 20 مرة، مش معنى أنه ما رح يتحقق. بدي أضل أثابر وبدي أضل وراء هذا الشيء. فإذا على الصعيد الشخصي إحنا دائما قبل كل يعني قبل ما ننام كل ليلة نكتب إيش هو المهم بالنسبة إلي على الصعيد القريب وعلى الصعيد البعيد، ونعمل هاي المصفوفة اللي هو مهم أو عاجل، مهم أو غير عاجل إلى آخره، اللي هم الأربع مناطق اللي حكيت فيهم. على منحة مؤسسية لازم يكون عندي أنا مقاييس معينة، مثلا للإنتاجية، مثلا أني أنا أجي على الوقت، أني أنا أتم الشغل كمؤسسة على أكمل وجه، أني أنا أتابع، أني أنا أعقد اجتماعات يومية وأسبوعية حتى نتعلم من المشاكل اللي عمالها بتصير ونلاقي لها حلول وما يتأجل ولا أي شيء. مثلا أني أنا أحتفل في الموظفين، هذا كمان لازم نحطه في ندرجه تحت الأولويات، لأنه إذا أنت ما بتحتفل فيهم ما رح يكرروها. فإذا أي شيء حتى على الصعيد الشخصي لما أنا بنجز شيء يجب أن أحتفل بيني وبين نفسي، تقدير أو أقدر نفسي. يعني أنا أعطي نفسي بعض عبارات التقدير، أنه برافو اليوم عملت كذا، مع أنه أخذت مني هذا الوقت بس بالأخير خلصتها. كمان القرارات الشخصية لما مثلا بيكون عندنا وزن زائد أو عندنا تدخين. نعم. فبيكون ضروري أنه إحنا نتخلى عن هذه العادات السيئة عشان صحتنا، عشان إحنا نقدر نكمل بهمة عالية. صح. مع هيك في أشخاص بيكونوا ضعاف كتير قدام هذا التحدي أو هذا القرار. أصعب المؤثرات هي المؤثرات البيولوجية، يعني أصعبها في التغلب عليها، ولكنها ليست مستحيلة. أصعب ولكن ليست مستحيلة. لذلك النضج العاطفي بيلعب دور. يعني إذا أنا بلشت أدخن من عمر صغير أنا مش ناضج، أنا شفت اللي حوالي بدخنوا، شفته إشي يعني هيك كتير حلو وكذا، بصير أدخن. هلأ بس يصير عندي نضج عاطفي بكون في أمراض. فإذا الواحد لازم شو يعمل من أولها؟ يتطلع إنه هذا الموضوع بدي أنخرط فيه ولا لا، بدي أدخل فيه ولا لا. زي ما بقولوا أولها لعب بس آخرها خسارة.
فإذا الواحد ما يعمل عادات هو رح يندم عليها. هلأ إذا ندم عليها عن طريق النضج العاطفي والأهداف بعيدة المدى بيقدر يتغلب على كل الأشياء اللي بتحاول تهزمه بيولوجيا. ولكن في عوامل غيرها، في مرات إدمان فكري، يعني عندي أساليب تفكير معينة مدمنة عليها هي اللي معيقتني، مرات مشاعر معينة، مرات مشاكل نفسية معينة. لذلك صح. الإنسان لما يكون عنده مشاكل بتضلها دائما تطلع بوجهه وبيشوف نتائجها دائما متكررة، لازم يلاقي لها حل، زي مثلا روح عند مستشار نفسي. جميل. يعني الحديث شيق ويعني طويل، ولكن من الضروري جدا اليوم نوجه رسالة صباحية من خلالك ونصيحة وإرشاد لكل حدا بسمعنا عن ضرورة ترتيب الأولويات وأهمية وضع أولويات حقيقية وتنفيذها وضمن إطار معين ووقت معين. أنا أهم شيء يعني أوصله اليوم أنه ترتيب أولوياتك يحدد معنى حياتك على المدى البعيد. فإذا أنت ما نوع المعنى أو الحياة اللي أنت حابب تعيشها هي اللي على أثرها بتحدد أولوياتك. فلا تستهين أنك أنت على صعيد يومي قاعد بتحدد أولوياتك، أنه هذا الإشي بعد فترة طويلة يشعرك بالإنجاز والأهمية. فأنت شوف شو المهم بالنسبة لك وبلش خطط حياتك على هذا الموضوع. الأشخاص شكرا. اللي عندهم وقت فراغ كبير وعندهم دائما حالة الكسل مقارنة مع الأشخاص المشغولين طول الوقت، بنلاقي إنه المشغول اللي مفروض ياخذ له بريك أو راحة عم بنجز أكثر ودائما مشغول صح. وإنجازاته عديدة صح. بينما الشخص اللي وقت فراغه كبير ودائما كسلان ما في إنجاز لأي مهمة. 100% نرجع للنضج العاطفي. إذا الشخص اللي عنده ثقافة العمل مختلف عن الشخص اللي عنده ثقافة الترفيه والراحة والاستجمام أو الخوف. على فكرة الاثنين وجهين لعملة واحدة. في ناس من شدة الخوف ما بيطلعوا من بيوتهم، في ناس مثلا من شدة الخوف ما بيروحوا بينضموا لأي نادي أو أي شيء لأنه بيخافوا من جراثيم أو غيره. يعني بالذات فترة الكورونا في ناس لهلأ ضلتها معاها هاي السلوكيات. فإذا الإنسان اللي عنده ثقافة العمل بيكون فاهم شو يعني مثابرة، حياته إلها هدف إلها معنى، بينما الإنسان اللي بيهدر وقته هو نفسه مو شايف لوجوده معنا. فإذا أنا بدعو الجميع أنه دائما يشوف هو وين رايح، عشان هيك بنشغل بالأشخاص الآخرين. بالضبط بالضبط. فأين أنت من خريطة حياتك؟ إن شاء الله عليك، يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا على هذه المعلومات الصباحية عن ترتيب الأولويات وأهمية هذا الموضوع. كل الشكر إليك، صباحك سعيد. يعطيك ألف عافية. شكرا. يعطيك العافية. طبعا يعني تعرفنا على موضوع جدا مهم، وهي دعوة من خلال برنامج يوم جديد، انه ضروري كل يوم قبل ما تخلد الى النوم تضع دفتر صغير وترتب عليه بعض الاولويات والعواجل الهامة بحياتك لحتى تخطط لحياتك قدام. ان شاء الله دائما تكون حياتكم سعيدة ولطيفة وبامان وسلام ان شاء الله. خلينا نروح الى فاصل قصير ثم نواصل.